الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وذكر. أيها الإخوة والأخوات، العمل الصالح مطلب رباني وغاية سامية تسعى إليها نفوس المؤمنين. العمل الصالح سبب في تحقيق سعادة الدارين، العمل الصالح سبب لتحقيق النجاة من الخسران. قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العمل الصالح اسم عظيم جامع لمعاني الخير كلها. فما هو تعريف العمل الصالح؟ وما هي العلامات التي يتميز بها العمل الصالح عن غيره؟ وما هي شروط هذا العمل حتى يكون صالحا؟ وكيف يمكن للمسلم أن يداوم على العمل الصالح؟ أسئلة متعددة تتعلق بالعمل الصالحات الذي يسعى إليه المؤمن دائما، وأن يكون على إيمان وعمل صالح. سنحاول الإجابة عليها في هذا اللقاء، فمرحبا بكم جميعا. ويسرني أن أرحب بضيفي في الاستوديو سماحة الشيخ أبو بكر ابن أحمد، رئيس جامعة مركز الثقافة السنية في الهند، والأمين العام لجمعية علماء أهل السنة في شبه القارة الهندية، وهو من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك. حياكم الله فضيلة الشيخ أبو بكر. الحمد لله، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. مرحبا وأهلا. مشاهدين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة، نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على هواتف البرنامج التي ظهرت الآن أسفل الشاشة. نبدأ على بركة الله. فضيلة الشيخ أبو بكر، جزاك الله خير، تعرفنا والسادة المشاهدين بمعنى العمل الصالح. مرحبا بالشيخ، نهنيكم على هذا السؤال وعلى هذا البرنامج. العمل الصالح، العمل الذي يرى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ولو كان رميا أو مشيا أو نظرا أو ذهابا وإيابا، كلها من الأعمال الصالحة إذا أمر الله سبحانه وتعالى به وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي به. وإن لم يرضى الله ورسوله لا يكون عملا صالحا، وله إن شاء الله شروط كثيرة. ومن قبول عمل صالح الإيمان بالله وحده. العمل لا يكون عملا صالحا إلا بالإيمان الراسخ في القلب. فإن كل عمل مشروط بالاعتقاد الصحيح والإيمان الصحيح. فإن العمل الصالح أحيانا يشمل الإيمان وأحيانا يطلق على غير الإيمان. وإذا أطلق على غير الإيمان العمل الصالح كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ففي هذه الآية ميز الله سبحانه وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح، ولكن هذا العمل الصالح لا يكون عملا صالحا إلا بالإيمان والعقيدة الصحيحة. ولو صلى أو صام أو زكى أو حج بلا إيمان فهي صورة فقط، ليس لا يسمى عملا صالحا، لأن الله سبحانه وتعالى شرط للجميع الإيمان
والإخلاص والاعتقاد الصحيح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال المفسرون في تفسير هذه الآية: إن الله سبحانه وتعالى قدم كلامه إليه يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة يصعد إليه معناه يقبله إذا كان العبد مؤمنا بهذه الكلمة الطيبة. ثم عقب الله تعالى بعد هذه الكلمة: والعمل الصالح يرفعه. فإذا العمل الصالح يقبله الله سبحانه وتعالى إذا كان صاحب هذا العمل مؤمنا ومعتقدا بالله وحده ومصدقا به كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل الصالح، نبذة من تعاريف العمل الصالح. جزاك الله خير سماحة الشيخ وأحسن الله إليك. كأني فهمت من كلامك كأن هناك يعني خصوص وعموم، كأن أحيانا يطلق العمل الصالح عام ويدخل فيه الإيمان والشهادة والذكر لله سبحانه وتعالى، وخصوص إذا ميز عن بعض. فائدة هذا التعميم والتخصيص فضيلة الشيخ؟ نعم، أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري. ففيه الإمام البخاري جاء كتاب الإيمان. ثم قال: الإيمان قول وعمل وفعل. فمراده أن الإيمان يزداد وينشرح بالأعمال الصالحة. الأعمال يدخل فيه عمل القلب. القلب يعمل به اعتقادا صحيحا اعتقادا فاسدا. فإذا كان عمل القلب اعتقادا صحيحا فهو عمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الإمام البخاري وغيره من المحدثين بينوا هذا بيانا شافيا كافيا، من حيث إن أساس الإيمان وأصله هو الاعتقاد بالله وحده. ولو لم يعمل عملا صالحا فهو مؤمن عند أهل السنة والجماعة. ولو اعتقد اعتقادا صحيحا وأذنب ذنوبا كثيرة ولكنه مؤمن عند الله سبحانه وتعالى، ويعاقب على ذنبه إذا لم يعفو الله عنه جل وعلا. فإذا يطلق العمل الصالح إطلاقين: الإطلاق الواحد شاملا للاعتقاد أي يعني عمل القلب، والإطلاق الثاني مغايرة للإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هكذا في كثير من الآيات عطف الله تعالى العمل الصالح بالمغايرة بالواو الذي يدل على المغايرة. فإذا يعلم منه إذا لم يكن واحد من المسلمين للقلب، والإطلاق الثاني مغايرة للإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هكذا في كثير من الآيات عطف الله تعالى العمل الصالح بالمغايرة بالواو الذي يدل على المغايرة. فإذا يعلم منه إذا لم يكن واحد من المسلمين غير عامل بالعمل الصالح
لا يقال إنه كافر إذا كان عنده اعتقاد بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبجميع ما يجب عليه الإيمان به فهو مؤمن، لكنه مؤمن عاص، مؤمن خطاء. فعلى المؤمن أن يجتهد في العمل الصالح ويعمل به حتى يكون مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي جنتي. فيكون صاحب العمل الصالح إذا كان مؤمنا صادقا راضية بالله سبحانه وتعالى، وتكون مرضية عنده أيضا. جعلنا الله وإياكم من الراضية والمرضية. اللهم آمين. جزاك الله خير سماحة الشيخ وأحسن الله إليك. أيضا في لازلنا في التعريف والتوضيح العمل الصالح والربط بينه وبين الإيمان، هل له علاقة أيضا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، في قضية الإسلام، كونه الأعمال الظاهرة على الجوارح وأن الإيمان هو الاعتقاد في القلب؟ ففي هذه الآية اختلف العلماء هل بين الإيمان والإسلام فرق، ولكن التحقيق في هذا القول في هذا المكان: الإيمان والإسلام مترادفان حقيقة ومغايران مفهوما، يعني من حيث المفهوم يتغاير الإيمان والإسلام، ولكن من حيث التحقيق ليس بينهما فرق، يعني شيء واحد. إذا كان واحد مؤمن وهو مسلم، وإذا كان مسلم وهو مؤمن، فهو في الحقيقة. والفرق في التعريف ففي المفهوم فقط لا بالمصداق، لأن المسلم مؤمن والمؤمن مسلم، لا فرق في المصداق هذا. لا يقال إن هذا مؤمن بل مسلم. بل هذه الآية التي ذكرتم يا معالي الشيخ هذا تنبيها ألا أن يكون المؤمن مؤمنا حقيقيا، لأن المنافقين يقولون: نحن مسلمون، أسلمنا، ولكن إسلامهم ليس بصحيح. إسلامهم ظاهري فقط. الإسلام الحقيقي ليس بظاهري، بل هو إسلام ظاهري وباطني، وهو في الحقيقة إيمان. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. رب سائل يسأل في حدود، ما هي حدود العمل الصالح؟ يعني البعض ربما يفهم أن العمل الصالح هو الصلوات المفروضة والزكاة والصيام والحج وأعمال العبادات، فهل هو محصور في هذا المعنى، أم أن العمل الصالح أو الأعمال الصالحة أوسع من ذلك؟ الحمد لله، هذا سؤال جيد، ينبغي أن نفهم الناس عن هذا. العمل الصالح ليس محدودا في هذه الأعمال، ولكن إذا كان واحد يجتهد لإقامة الدين ويدرس ويعظ ويجتهد، حتى أن هذا الكلام الذي يجري بيني وبينكم يا الشيخ من العمل الصالح، لأن نيتنا صحيحة ونعتقد ونظن بهذه المكالمة والمسافحة هداية الناس إلى الحق. فإذا كل عمل يعمله المؤمن لرضاء الله سبحانه وتعالى ولنفع نفسه أو لنفع غيره، وهو كل عمل صالح. الحج مثلا، رمي الجمار فقط، هذا عمل، لأن الله تعالى أمرنا أن نرمي، فإذا رمينا بلا فائدة لا يكون عملا صالحا، وإذا مشينا بلا فائدة لا يكون عملا صالحا، ولكن إذا مشينا حول الكعبة
يكون عملا صالحا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر هذه الآية. هذه الآية تنادي بعلى صوتها أن العمل الصالح عمل يعمله العبد الصالح والعبد المؤمن. هذا فأيضا العمل الصالح عام لكثير من أعمال العبد المؤمن، وليس محدودا في الخمسة أو في الستة أو في العشرة أو في المئة. سبحان الله. نعم، يعني سبحان الله، يحضرني وأنت فضيلة الشيخ ما شاء الله تعرف بهذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وفي بضع أحدكم صدقة. نعم. نعم، فكأن بعض الصحابة استغربوا أن يكون هذا العمل هو أيضا من العمل الصالح الذي يؤجر عليه. نعم نعم, نعم. وفي اللقمة التي تلقي إلى فمك. نعم. وهي أيضا صدقة. نعم. وتلقي إلى فم زوجتك فهي أيضا صدقة. نعم. فتطلع شوكة من بدرك فهي صدقة. فهكذا كل عمل يعمله المؤمن فهو صدقة وهو عمل صالح. فضل الله تعالى واسع، يثيب الله على هذه الأعمال الحسنة. يعني حتى كأن النوم إذا يعني نوى بها التقوي على طاعة الله. نعم. هي من العمل الصالح. نعم نعم، إذا نام قاصدا به التقوي على الله تعالى ويكون عملا صالحا، كما أن الطعام والأكل والشرب يكون عملا صالحا إذا قصد به تقوى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. إذا فضيلة الشيخ، يعني مفهوم العمل الصالح واسع، والعمل الصالح ربما يحول الأعمال المعتادة إذا اجتمعت بالنية إلى عمل صالح. دور النية هنا فضيلة الشيخ، يعني ريت لو نقف عليه قليلا في تحويل الأعمال العادية أو البسيطة إلى عمل صالح يؤجر عليه العبد. لكن فرق بين هذه الأعمال. نعم. بعض الأعمال المعينة المحدودة يجب له نية خاصة. جميل. مثلا الصوم يجب عند الشافعية تبييت النية، يعني في الليل إني أصوم غدا، وعند الحنفية يكفي في أول شهر رمضان النية، وعند المالكية وعند أحمد بن حنبل. دور النية هنا فضيلة الشيخ، يعني ريت لو نقف عليه قليلا في تحويل الأعمال العادية أو البسيطة إلى عمل صالح يؤجر عليه العبد. لكن فرق بين هذه الأعمال. نعم. بعض الأعمال المعينة المحدودة. نعم. يجب له نية خاصة. جميل. مثلا طيب. الصوم يجب عند الشافعية تبييت النية، يعني في الليل إني أصوم غدا، وعند الحنفية يكفي في أول شهر رمضان النية، وعند المالكية وعند أحمد بن حنبل. هكذا يعني يجب عند كل واحد النية الخاصة المتميزة عن غيره. وكذلك الحج معناه قصد الكعبة، ولكن إذا أحرم بالحج أي نوى بالحج حرم عليه أشياء لم تحرم هذه الأشياء قبل ذلك. نعم. وكذلك الطعام واللباس ليس فيه نية خاصة متميزة عن غيره. هذا هو الفرق بين هذه الأعمال المعتادة والأعمال المعينة المحدودة. نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. وأستقبل بعض المكالمات الهاتفية. الأخت أم لؤي، تفضلي. هلو. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية يا فضيلة الشيخ الله يعافيك. الله يجزيكم خير الجزاء. وإياك إن شاء الله، جزاك الله خير. تفضلي. زين، يعني أريد أسألك يا فضيلة الشيخ، الحين يعني الحرمة يوم أثناء الصلاة تكون الله يعزكم يعني مغطيها الأقدام كذا. نعم. فأثناء الصلاة يعني يمكن يطلع القدم الله يعزكم أو القدمين. نعم. يعني صدفة، هل هذا يعني قاطع للصلاة؟ طيب خير إن شاء الله. وعندي سؤال ثاني الله يطول عمرك، يقولك يعني لحية في الدين إن شاء الله. يعني واحدة تقول لي الله يطول عمرك إن تعاشر ويا زوجها في رمضان يعني من دون ما يعلمون إنه حرام وكذا، يعني في نوع من الجهل. نعم.
طيب تسمع الإجابة وياك إن شاء الله، جزاك الله خير. الأخت فاطمة تفضلي. أهلين. السلام عليكم، تفضلي. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة، الله يسلمك. الله يسلمك. بس أنا حبيت أنه أقدم البرنامج بطلب، يعني أنا في ظروف يعني تعبانة شوية، وأنا حامل في الشهر التاسع. يعني لما جيت على البلد رحت على المستشفى لقيت أنه يعني صار الولادة، أنا ودي عملية، صارت الولادة بفلوس. ويعني أنا ظروفي على الآخر تعبانة وعندي ديسك ظهري، يعني ما أشتغل، فأريد من أهل البر أنهم يساعدوني إذا يقدروا على سبيل الزكاة. جزاك الله خير يا أخت فاطمة، إن شاء الله هذه المسألة يعني ما أظن المستشفيات تقصر في القيام بالواجب في هذه المسألة. جزاك الله خير. الأخ محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أخوي؟ الله يسلمك. الله يجزيك الخير على هالبرنامج. وإياك إن شاء الله. أنا بس بريد أسأل الشيخ سؤالين إن شاء الله، بس دعوته إذا واحد حلف يمين كفرته يعني إطعام 10 مساكين، أو إذا ما في صيام 3 أيام. نعم. طب إذا واحد مثلا حلف أكثر من يمين ونسيان، يعني مثلا حلف عدة يمينات. نعم. مو نسيانه. وأنا صمت 3 أيام، باضي صوم بس 3 أيام ولا على كل يمين 3 أيام 3 أيام؟ طيب خير إن شاء الله. أي سؤال. السؤال الثاني، نعم. يعني أنا برأيتي بالقرآن ضعيف شوي. نعم. وحفظان بعض الصور، وهلا يعني رمضان شهر القرآن. نعم. وبعرف أختم المصحف، يعني بحسن أختم المصحف بس يمكن أخربط بحرف أو هيك ممكن يعني. نعم. فهل جائز أني أقرأ المصحف كله ولا بس الصور الحفظانة؟ طيب خير إن شاء الله. الله يعطيك العافية. تسمع الإجابة يا أخ محمد، جزاك الله خير. شكرا. الأخ أبو صالح تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخنا؟ الله يحييك يا أخي، جزاك الله خير. شيخنا عندي سؤال على سورة الأنفال، الآية يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن خمسه لله وللرسول. نعم. وذو القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. نعم. إن كنتم آمنتم بالله الآية هاي يعني ما بالنسبة شو ما حدث خمس ولا حدث شيء. تسأل عن الخمس؟ عن لا أسأل عن الآية هاي نزلت. نعم. واعلموا إنما غنمتم من شيء فإنكم شغل الله وللرسول القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. نعم. إن كنتم آمنتم بالله واليوم الآخر. نعم. طيب هاي الآية شو ما حد يطبقها مثلا، شو السبب يعني؟ وإحنا الحمد لله والشكر كل إحنا عندنا خير. نعم خير إن شاء الله، جزاك الله خير. إن شاء الله تسمع الإجابة، جزاك الله خير. الأخ طه تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ، نشكركم على هذا البرنامج. الله يحييك، العفو. الله يسلمك. طال عمرك في واحد حضر معنا وقت صلاة العصر. نعم. هو مسافر. نعم. يريد أن يعني يصلي معنا الظهر، يعني لسه ما صلى الظهر. نعم. كيف يعني يصلي الصراحة؟ طيب إن شاء الله، جزاك الله خير. مشكور، جزاك الله خير. بارك الله فيك. الآن إن شاء الله تسمع الإجابة. فضل الشيخ أبو بكر، اجتمعت لدينا بعض الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله تباعا. أم لؤي سؤالها الأول أنها أثناء الصلاة تغطي الأقدام، ولكنها ربما أثناء السجود أو الركوع ينكشف القدمين، فهل عليها بأس في ذلك؟ ففي هذه المسألة اختلاف بين العلماء، بين الأئمة الأربعة. عند الشافعية يجب ستر بدن المرأة كاملا إلا الوجه والكفين، فلو ظهرت بعض العورة بين الصلاة ولم يسترها بسرعة بطلت صلاتها عند الشافعية، خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. فإن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه يقول فيه عفو إذا انكشفت بعض عورة يعني من الدجل من العقب أو من الأصبع لا تبطل الصلاة عند الإمام أبي حنيفة. هذا يعني اختلاف بين العلماء، هو الذي يقلد الإمام الشافعية ويجب عليها أن تعيد الصلاة أن تغطي وإلا تبطل الصلاة. نعم.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك. فضيلة الشيخ تسأل عن من عاشر زوجته في نهار رمضان وهو يجهل الحكم الشرعي أن ذلك يفسد الصيام ويوجب الكفارة. نعم، هذا الجهل ليس بعذر. هذا الجهل يكون عذرا عن العقاب. ليس له عقاب، بل يجب عليه ما يجب عليه على هذا المفطر. نعم. هذا هو التحقيق في مذهب الأئمة. نعم، يعني لكن لا عقاب لهذا العذر، لأنه معذور بالجهل إن لم يقصر. نعم، جزاك الله خير وأحسن الله إليك. الأخونا محمد يقول إذا حلف الإنسان يمين ولا يستطيع الإطعام ويعني عدل عنه إلى الصيام، ولكنه عدة أيمان حلف ولا يدري كم هي ولا يتذكرها أو ما أحصاها، فهل يكفي يعني كفارة واحدة أم لا بد على كل أيمان؟ الأحسن أن نأخذ بأقوال كثير من العلماء في هذه المسألة، لا يتعدد بهذه الأقسام، بخلاف إذا أدى الكفارة ثم أقسم وله كفارة أخرى. قبل أن يؤدي كفارة إذا كان منه مرة أو مرتين أو ثلاث مرات يكفي واحدة، هذا ما عليه أكثر العلماء. نعم، جزاك الله خير. يعني يؤدي الكفارة عن يمين واحد. يمين واحد. نعم، إذا كان ما أدى الكفارة عن بقية الأيمان. نعم. نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. يقول الأخ محمد جزاه الله خير، هو يحب أن يقرأ القرآن في رمضان ولكنه لا يحفظ إلا الشيء اليسير، وعنده القدرة على أنه يقرأ ويختم في رمضان، لكن مع ضعف في القراءة أي لا يتقن القراءة، فهل عليه شيء؟ هل ممكن أنه يختم القرآن أم لا يكتفي بالسورة التي يحفظها؟ عليه أن يقرأ الذي ما حفظه ويجتهد لقراءة ما بقي عند عالم بالقرآن، وألا يقرأ خطأ. ولكن في الحديث الصحيح الذي يقرأ مع التعب ثوابان، ولكن لا يحمل هذا الحديث على الخطأ والكذب بالقراءة، بل يجتهد أن يتعلم القراءة الصحيحة، وإلا فيقرأ ما حفظ فقط. نعم، جزاك الله خير وأحسن الله إليك. الأخ أبو صالح رغم أن السؤال غير واضح تمام الوضوح، ولكنه يسأل عن تفسير قول الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية الكريمة، كأنه يتساءل لما لا يخرج الأغنياء يعني زكاة أموالهم، أو لما لا يعينوا الفقراء. هذا فهمت في آخر السؤال، أما في بداية السؤال فكأنه اكتفى بتفسير الآية. نعم، أظن أن هذا السؤال مراد هذا السؤال أن الغنيمة مثل الزكاة، لكن الغنيمة غير والزكاة غير. الزكاة شيء محدد لكل مال حسب الاختلاف، يعني زكاة التجارة، زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة الأرز، يعني هذا يختلف، ينبغي على مالك هذا إذا استوفت الشروط أن يخرج الزكاة. والغنيمة التي تؤخذ عند المقاتلة مع أعداء الإسلام، وإذا حصلت الغنيمة يؤدى بها ما قال الله سبحانه وتعالى. لكن في هذا العصر الحديث لا، ليس بيننا وبين الأعداء مقاتلة مثل هذه المقاتلة، وليست عندنا غنيمة نغتنم منه. فإذا الزكاة غير والغنيمة غير. نعم، جزاك الله خير. إذا هذه الآية وردت في غنيمة الحرب. في الغنيمة الحرب. نعم، جزاك الله خير وأحسن الله إليك. الأخ طه يقول في من حضر الصلاة، يعني هو مسافر وجاء ووجد الجماعة تصلي العصر وهو لم يصلي الظهر بعد، فما هو الحال؟ هل يدخل مع الجماعة ويصلي العصر أم
يفارقهم ويصلي الظهر الأولى أن يصلي الظهر أولا ثم يقتضي بمصلي صلاة العصر. وإذا اقتضى المصلي صلاة الظهر لمن يصلي لصلاة العصر فهو صحيحة لا تبطل بهذا الابتداء عند الشافعية وعند باقي المذاهب لا أذكر الآن المسألة. جزاك الله خير. شكر الله لك. أعود فضيلة الشيخ للحديث أيضا عن العمل الصالح الذي هو عنوان لقائنا. العمل الصالح فضيلة الشيخ مثل ما تفضلت أنه متنوع ومتعدد، فمرة صيام ومرة زكاة ومرة حج أو قراءة قرآن، يتنوع. نعم. هذا العمل الصالح. نعم. ما هي الحكمة؟ أكيد أن هناك حكمة يعني وسر رباني لطيف، هل لكم أن تلقوا الضوء على تنوع العبادة؟ نعم. لم تجعل لونا واحدا. نعم. وهناك حكمة ربانية لا ينبغي لكل أحد أن يعلم ما هي هذه الحكمة. نعم. ولكن قال بعض العلماء كالإمام الغزالي رحمة الله عليه وغيره، بعض أسرار الشريعة يعني لكل عمل ثواب ليس لآخر. يعني الصلاة مثلا له ثواب، ومع ذلك في الصلاة مناجاة لرب العالمين، خطاب لرب العالمين. العبد إذا سمع وآمن واعتقد بالله، إذا قوي إيمانه واشتد حرصه على الله سبحانه وتعالى يحرص أن يخاطبه. فإذا الصلاة معدة لهذا الخطاب، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الفائدة لا توجد في سائر العبادات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. كل واحد يحب أن يتكلم بالكبار الشخصيات. مثلا إذا حصلت لنا الفرصة أن نتكلم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، هذا فخر. لا يفتخر هذا الفخر إذا تكلم بآخرين. وكذلك رب العزة خالق العالم، خالق كل شيء، ينبغي للعبد أن يرغب في الكلام مع الله سبحانه. فإذا هذا الكلام في الدنيا في الصلاة، وهي الصلاة مناجاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يفرح فرحا كثيرا بخطابه للخالق لرب العزة، إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك يخاطب المصلي لمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا في الصلاة، فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فإذا خاطب أحد لأحد من المرسلين سوى محمد صلى الله عليه وسلم فتبطل صلاته. فإذا فيه خطاب الله وخطاب لحبيبه صلى الله عليه وسلم. فذلك في الصوم فائدة أخرى، وهو العلم بجوع الفقراء والمساكين، وطهارة القلب وتزكية القلب بالجوع. وهذا الصوم يكون تزكية القلب بلا شك، كما أشار إليه قوله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. هذه التقوى هو الإيمان بالله والاعتقاد بالله والاعتماد عليه والاعتصام به، فهو من آثار الصوم. والنهي عن الفواحش من آثار الصلاة. والحج فيه فوائد أخرى، التعلق بين الأحباب، وحتى الكبير حتى الملوك إذا ذهب للحج يكون كالضعيف كالمسكين، لا فرق بين الكبير والصغير هناك، لا في اللباس ولا في الصورة. فإذا الحج يحرص الناس إلى الخضوع والتذلل
أمام الله سبحانه وتعالى. وكذلك لكل عمل فائدة لا توجد في عمل آخر، والله سبحانه وتعالى عالم بما بأكثر مما قلنا وما قلنا. جزاك الله خير. فعلا فضيلة الشيخ أبو بكر أنت لفت النظر إلى يعني فوائد العبادات وما تتميز به كل عبادة عن أخرى، وما يتميز به كل عمل صالح عن آخر، والأثر المترتب عليه. جزاك الله خير. لو نظرنا إلى تنوع العمل الصالح من ناحية أخرى، من ناحية همم الناس إلى العمل الصالح ونفسياتهم، فبعض الناس ربما ينشط للصيام أكثر منه للقيام، والبعض ربما ينشط إلى قراءة القرآن أكثر منه للصيام، نقصد صيام النافلة، والبعض ربما يكون ينشط للصدقة والإنفاق وهكذا. هذه المسألة في توافق النفسيات يعني في العمل الصالح. نعم نعم. النفس تشتاق إلى أمور جديدة. يعني في الزمن القديم بينما يتكلم العلماء أو الكبراء أخيرا يقول حاطوا بديوان الشعراء، يعني أولا يقرأ الحديث والآية ثم الشعر. فكذلك إذا تنبعت الأعمال الصالحة أحيانا يصوم أحيانا لا يصوم، أحيانا يصلي أحيانا يذكر، أحيانا يصلي ويهلل، هذا يعني ملائمة موافقة لشهوات النفس لطبيعة النفس أيضا. وإذا سهل الله تعالى لعباده أن يتعبد ويتحلى بأخلاق حميدة. إذا أمر الله تعالى أن يصلي طول النهار وطول الليل لعله يضجر ويكسل فإذا يترك الصلاة. وإذا هذه أيضا التي أشرتم إليها فائدة أخرى. نعم، يعني لموافقة طبيعة النفوس وحتى لا يثقل العمل الصالح على النفوس. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. أيضا في العمل الصالح، طبعا بعض النفوس المؤمنة تسعى للكمال وتسعى لأن تلم بالعمل الصالح وأن يكون لها الحصيلة الكبرى في الحياة الدنيا حتى تنال الأجر في الآخرة والفضل من الله سبحانه وتعالى، من غير الفريضة طبعا، غير الفرائض، الأعمال النوافل وما يتقرب ويتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، هل من الشرط الكمال أو القرب إلى الله سبحانه وتعالى أن يلم الإنسان بكافة الأعمال الصالحة وإلا يكفيه عمل أو عملين أو ما يستطيع؟ والله لا يشترط أن يصل إلى الكمال أن يتكفل بكل الأعمال الصالحة. ولا يستطيع عبد هكذا. أحيانا واحد يرتقي إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة، وأحيانا بالصوم، وأحيانا بالصدقة، وأحيانا بكذا وكذا. وإذا لا يجب أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل عمل صالح، ولا يستطيع أحد. ولكن علينا أن نأخذ من جميع الأعمال الصالحة المشهورة من الصوم والصلاة والذكر وغيرها وغيرها، وإلا فلا يستطيع أحد أن يتقرب إلى الله إذا اشترط أن يتقيد بكل العمل الصالح. إذن الحمد لله. مثلا أمثالنا لا نستطيع أن نجلس من الصبح إلى طلوع الفجر ثم إلى الضحى أن نجلس في مكان واحد وأن نذكر الله تعالى، لأننا ندرس ونعلم ونستغل بأمور أخرى. وإذا بعض الناس يدرسون ولا يعاتب آخر عليه، وبعض الناس يدرسون ولا يعاتب آخر، وبعض الناس يتجرون بنية حسنة ولا يعاتبوا. هكذا نوع الله سبحانه وتعالى بين الأعمال الصالحة والطريق إليها. سبحان الله. وكأن هذا المعنى فضيلة الشيخ أيضا مارسه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل لكم أيضا أن تلقوا الضوء على أيضا يعني أعمال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن بعضهم كان متخصص في فتوى الحلال والحرام، وبعضهم كان في الفرائض، وبعضهم في القراءة وهكذا؟ نعم. ف
فالآية القرآنية فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذه الآية تدل على أن طائفة من الصحابة كانوا يتعلمون العلوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطائفة أخرى يذهبون إلى التجارة وإلى الزراعة وإلى سائر الكسب الحلال، أو طائفة من الصحابة يذهبون لتعلم العلم ويجلس الباقون هنا. فإذا هذا هكذا كانت الصحابة يتنبعون ينبعون الأعمال بينهم أيضا، لكن الأساس موجود عند كل واحد، الإيمان والعلوم التي يحتاج إليها عند كل واحد. جزاك الله خير وأحسن الله إليك. إذن يعني يمكن يعني كما فهمت من كلام فضيلتكم أن الإنسان ممكن أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضوان الله عز وجل في بطريق عمل صالح واحد، ولكن لا ينسى نصيبه أن يأخذ نصيبا من بقية الأعمال ولو الشيء اليسير. فضيلة الشيخ يطالعني هنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يا ليت يعني تشرحه أو تبين لنا بعض جوانب للسادة المشاهدين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قضية الاستطاعة في العمل فضيلة الشيخ. هذا حديث صحيح، وكذلك في الآية القرآنية أيضا: فاتقوا الله ما استطعتم. أولا نزل قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. فتعلم قلوب بعض الصحابة شق عليهم لهذه، يعني ظنوا أن هذه شدة، فنزلت آية أخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الإضافة تدل على أن وسع كل واحد يختلف. مثلا الغني وسعه كثير في إخراج الأموال، الفقير ليس عنده هذا الوسع، والقوي الشاب يستطيع أن يصوم، والشيخ الكبير السن لا يستطيع أن يصوم، والمريض لا يستطيع أن يصوم، والمسافر أحيانا يستطيع وأحيانا لا يستطيع. ولذلك رخص في هذا السفر، ولكن قال: وأن تصوموا خير لكم. فإذا يعني يختلف باختلاف الأحوال والأماكن والأشخاص والأفراد. سبحان الله، والمسألة مبنية على التيسير في المسألة وعلى الاستطاعة. جزاك الله خير. أيضا في باب الأعمال الصالحة وفي باب الإكثار منها لمن كانت له همة عالية، هناك عندنا كما يقال طرفي نقيض. هناك من يتشدد ويتنطع وربما يكلف نفسه في مسألة بعض الأعمال الصالحة إلى درجة فيها مبالغة، والبعض الآخر ربما يقول: والله يا ربنا غفور رحيم، وقد لا يقوم بأعمال صالحة ميسرة له ويستطيع أن يفعلها لكنه يفرط فيها. النظرتين هذه والاعتدال بينهما فضيلة الشيخ. التشدد ليس بصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال أدومها. وإذا يسدد ويسهر ليلة كاملة يوما أو يومين أو أسبوعا أو أسبوعين ثم يترك، وهو خلاف الأفضل، خلاف الأحسن. وإذا أفضل الأعمال أدومها. والذي قلتم أخيرا: بعض الناس: إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، هذا غرور. إن الله غفور رحيم هذا صحيح، لكن هذا الغرور لا يجوز للإنسان. ينبغي ألا يذنب ولا يخطئ ويعمل بالعمل الصالح ويتقرب. إذا عملنا عملا صالحا لا يجب على الله أن يقبل منا ولا أن يقربنا إليه، ولكن فضل من الله سبحانه وتعالى،
وهو يقرب الذي يعمل العمل الصالح إليه. فإذا على العبد أن يجتهد اجتهادا بليغا بالعمل الصالح، ولكن هذا على سبيل الأوسط الدائم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذا الوسط في كل شيء من الأشياء، لا فرق بين العبادة وغيرها وبين الأكل وغيره، هذا العدل ينبغي أن يكون في كل شيء من الأشياء. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا في باب العمل الصالح في قضية اليسر والشدة والتنطع يعني التسيب إن صح التعبير، في قضية أن يعني حديث يحضرني للنبي صلى الله عليه وسلم: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن حراما فإنه أبعد الناس على الإثم. في قضية التيسير والتشديد في الأعمال فضيلة الشيخ، خير صلى الله عليه وسلم التيسير ليكون تيسيرا على الأمة. ومع ذلك في بعض الليالي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما طويلا حتى تورمت قدماه واستكت قدماه إليه صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: لما تتعب نفسك يا رسول الله هكذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا التشدد وإتعاب النفس في بعض الأوقات جائزة مرغبة، ولذلك فعلها صلى الله عليه وسلم. لكن لتعليم الأمة قال: أفضل الأعمال أدومها. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. وأستقبل بعض المكالمات. الأخت سامية من السعودية، تفضلي أخت سامية. انفصل الخط. طيب الأخت سامية على الخط. طيب الأخت بشرى من الإمارات. أخت بشرى تفضلي. طيب انفصل الخط. الأخ محمد تفضل. لو سمحت يا أخ محمد توطي على صوت التلفاز بارك الله فيك. لو سمحت بس على صوت. الله يسلمك بارك الله فيك. عندي سؤال بخصوص الغيبة. نعم. يعني ما اسمها الا يعني الكفارة حق الغيبة. وعندي سؤال ثاني بخصوص الصلاة، يعني أنا الحين وراء الإمام. نعم. فأنا يعني كم أكدم إمام يعني قد سألته وقال لي يعني في بعضهم يكون عنده جائز يعني قراءة القرآن لازم تقرؤون الفاتحة يعني. هذا أنا يعني تفضل. تقصد قراءة الفاتحة بعد قراءة الإمام؟ ايوه. في بعض الامه يعني أيوة. يعطيك مجال وفي بعضهم لا. طيب ان شاء الله تسمع الاجابه. جزاك الله خير ان شاء الله. الاخ علي من الامارات تفضل. يا اخ علي السلام عليكم. شيخ منصور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال شيخنا؟ الله يسلمك. بارك عليكم الشهر طال عمرك. مبارك على الجميع. الله يسلمك. حياك الله. الله يبارك. بس نسال فضيله الشيخ. نعم تفضل. خصوص إذا كنت في وقت الإفطار، عفوا في وقت السحور. نعم. ويعني كنت أشرب وسبحان الله أذن علي الفجر. نعم. فإيش ممكن أسوي يعني؟ هل إني أدفع وإني أكمل؟ طيب إن شاء الله. ياريت في جنة طال عمرك. إن شاء الله تسمع الإجابة. جزاكم الله خير. وإياك جزاك الله خير وأحسن الله إليك. شكرا. نعم. الأخ عبد الهادي تفضل. تفضل يا اخ عبد الهادي. وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله بالخير. مساك الله بالنور. تفضل. بالنسبه لقراءه القران، الافضل القراءه الجهريه ام القراءه السريه؟ في الصلاه ولا غير الصلاه؟ لا في غير الصلاه. طيب ان شاء الله. وهل في القراءه السريه يعني يجب
تطبيق أحكام التجويد. طيب إن شاء الله وإياك إن شاء الله. جزاك الله خير يا أخ عبد الهادي. طيب الأخ سليمان تفضل. ألو. نعم يا أخ سليمان تفضل. مرحبا الشيخ منصور، كيف الحال؟ مرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسأل عن المذي في رمضان، هل هو فطر ولا لا؟ يفطر الصيام ولا لا؟ ما هو؟ المذي، مذي مش المذي. نعم إن شاء المذي إن شاء الله. أيوه، هل هو منقض للصيام ولا لا؟ طيب إن شاء الله تسمع الإجابة، جزاك الله خير. شكرا بارك الله فيك. الأخ حمد تفضل. يا أخ حمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال الشيخ؟ الله يسلمك. طول عمرك عندي سؤال عن الأدعية في بعض مجاليات الصلاة التراويح. نعم. في أدعية بين القيام والقيام. نعم. يقعدوا يرددوهم مع بعض. نعم. كيف وردت في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب يعني تقصد الأدعية التي تقال بين الصلوات، بين القيام والتراويح، صلاة التراويح. نعم. بين القيام والقيام في أدعية يردوها مع بعض. نعم نعم. طيب خير إن شاء الله. الله يجزيك خير، جزاك الله خير. الشيخ أبو بكر بعض الأسئلة إن شاء الله نجيب عليها، جزاك الله خير. أخونا محمد يسأل سؤال الأول عن الغيبة، من وقع والعياذ بالله لا سمح الله في أنا اغتاب أخا له وشعر أنه يعني فعل منكر ومعصية، هل هذه الغيبة لها كفارة وما هي؟ الغيبة ليست لها كفارة إلا التوبة. الغيبة إذا اغتاب واحد لأحد فعليه أن يتوب الله أولا، وثانيا أن يرضي هذا الرجل إذا استطاع ويقول له يا فلان إني قلت عنك كذا وكذا فارض عني فاعف عني، هكذا يقول له، فإذا رضي فنعم وإلا فيتوب الله سبحانه وتعالى. فقال بعض العلماء إذا لم يستطع أن يرضي المغتاب خير. أخونا محمد يسأل سؤال الأول عن الغيبة، من وقع والعياذ بالله لا سمح الله في أنا اغتاب أخا له وشعر أنه يعني فعل منكر ومعصية، هل هذه الغيبة لها كفارة وما هي؟ الغيبة ليست لها كفارة إلا التوبة. الغيبة إذا اغتاب واحد لأحد فعليه أن يتوب الله أولا، وثانيا أن يرضي هذا الرجل إذا استطاع ويقول له يا فلان إني قلت عنك كذا وكذا فارض عني فاعف عني، هكذا يقول له، فإذا رضي فنعم وإلا فيتوب الله سبحانه وتعالى. فقال بعض العلماء إذا لم يستطع أن يرضي المغتاب فيدعو له بالمغفرة، سبحان الله، فهذا الدعاء يكون كفارة ونيابة عن الإرضاء. على كل حال الغيبة ذنب وخطأ ينبغي التوبة عنها، وليس فيها كفارة خاصة. جزاك الله خير وأحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أيضا سؤاله الثاني الأخ محمد يقول قراءة الفاتحة بعد قراءة الإمام في الصلاة، يعني بعض الأئمة يترك فترة أو وقت ممكن الإنسان يقرأ الفاتحة، وبعضهم بعد التأمين يقرأ القرآن بعدها، فما الحكم؟ هل يجب عليه ويلزم أن يقرأ الفاتحة إذا لم يترك له الإمام مجال؟ أنا شافعي. نعم. أجيب أولا. نعم. على مذهب الشافعي. نعم. الشافعي عند الشافعية يجب قراءة القرآن على الإمام والمأموم كليهما. نعم. فيسن للإمام أن ينتظر قليلا بعد ختم فاتحته لتلاوة الفاتحة للمأموم. نعم. فإن قراءة المأموم مع قراءة الإمام ولو نعم. كانت جائزة الأولى أن يتأخر. نعم. فإذا قرأ المأموم
مسابقا أو موافقا أو متأخرا فلا بأس به. فعند الشافعية إذا ركع الإمام بالسرعة قبل أن يتم هذا المأموم الفاتحة فعليه أن يتم الفاتحة. ويركع قبل أن يرفع الإمام من السجدة الثانية. وإذا لم يتم ولم يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجدة الثانية لا يحصل له هذه الركعة. هذا عند الشافعية. وعند الحنفية لا قراءة للمأمومين. فهم الإمام أبو حنيفة قال على الله لقوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. فإذا الإمام يقرأ والمأموم يستمع. نعم. وتكفي قراءة الإمام. قراءة الإمام يكفي للمأموم. نعم. والشافعي رحمه الله حمل هذه الآية على السورة فقط. نعم. يعني لا تجزي صلاة إلا بأم القرآن. هذا الحديث للجميع. نعم. يعني لا تجزي الصلاة إلا بفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد. نعم. وقوله تعالى فاستمعوا حمل الإمام الشافعي على قراءة السورة فقط. نعم. جزاك الله خير سمحت الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ علي يسأل سؤال ويقول وقت السحور إذا أذن مؤذن الفجر وهو وفي فمه الطعام أو وهو يأكل هل يكمل طعامه أم يمسك؟ لا إذا سمع الأذان ففي فمه طعام ولا يجوز له أن يتم الأكل بعد ذلك ولا يجوز له أن يأكل شيئا بعد ذلك. نعم. بل يلفظ ما في فمه فقط. نعم. ولا عليه إذا تجاوز قبل ذلك بلا علم ولا جهل. نعم. لا وليس عليه شيء. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ عبد الهادي يسأل يقول القراءة القرآن وتلاوة القرآن هل الأفضل أن يجهر بالقراءة أم يسر بها؟ وإذا كانت الإجابة بجواز الإسرار فهل يشترط أن يطبق فيها أحكام التلاوة والتجويد؟ يعني وهو يقرأ قراءة عادية ليس في الصلاة. لا ليس في الصلاة. نعم. فإذا قراءة القرآن بحيث يسمع نفسه هو الأصل. نعم. ثم إذا زاد قراءة في رفع الصوت بالقرآن بحيث لا يتعب نفسه فهو حسن إذا لم يكن هناك مصل آخر يسبس بهذه القراءة. نعم. إذا كان هناك مصل أو آخر يسبس بهذه القراءة فلا يجهر فوق هذا القدر الذي يسمع نفسه. نعم. فإلا فرفع الصوت بقراءة القرآن بحيث لا يتعب نفسه فهو حسن. وفي البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقرأ القرآن ويرفع الصوت به عند بيته فإذا النسوة والصبيان كلهم يجتمعون لاستماع قراءة القرآن فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يرفع الصوت بقراءة القرآن. فإذا هذا الرفع المتوسط وهو حسن. نعم. بحيث لا يتعب نفسه وبحيث لا يشبس على آخرين من المصلين أو غيره. نعم. قضية الالتزام بأحكام التلاوة والتجويد. نعم. فضيلة الشيخ والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثمه. نعم. فإذا الالتزام بالتجويد حتم واجب يعني ليس واجبا صناعيا فقط بل هو واجب شرعي فإذا ترك هذا فيكون آثما. ولكن بعض صفات الحروف صفاتها جهر ولهو مستفل هكذا بعض الصفات وهذا بعض الصورة ليس بواجب. أصل التجويد يعني الخروج من يعني إخراج الحروف من المخالج وبعض القوانين بالتجويد واجب وإذا ترك هذا
هذا فيكون آثما. نعم. والباقي مصنون. نعم. الحمد لله. مستحب. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ سليمان يسأل عن المذي بالنسبة للصائم هل يبطل الصوم؟ لا يفطر الصوم. نعم. نعم. لا يفطر الصوم هذا خرج بلا فعل. نعم جزاك الله خير وأحسن الله إليك. أخونا محمد يسأل عن الأدعية والذكر ذكر الله عز وجل وبعض الأدعية بين الصلوات في صلاة التراويح يعني مثلا بعد كل أربع ركعات أو بعد كل ركعتين يذكرون الله سبحانه وتعالى إما تسبيحا أو تهليلا هل هناك بأس من هذا؟ لا بأس به وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون أربع ركعات ثم يطوفون طوافا واحدا يعني سبع مرات للكعبة ثم يصلون أربع ركعات ثم يطوفون طوافا ثم يصلون أربعا ثم يطوفون طوافا هكذا يطوفون فالطواف يكون بين عدد ركعات التراويح. نعم. فكذلك إذا صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم أو ذكر الله تعالى فلا بأس به بل هو استراحة وأفضل إن شاء الله فيصاب عليه. جزاك الله خير. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. أعود إلى أيضا مسألة العمل الصالح وما نتحدث به عن العمل الصالح. فضيلة الشيخ ذكرت في حديثك أن الأفضل في العمل الصالح الدوام أن يكون دائما وأن يحافظ الإنسان على العمل الصالح الذي هو يعني ينشط له ويعينه نفسه عليه. رب سائل يسأل ويقول كيف يمكن أن نحافظ على أداء العمل الصالح وكيف الإنسان سبحان الله أحيانا قد يحدث منه تقصير قد يحدث منه تكاسل وتهاون أحيانا لكن كيف يحافظ على هذا العمل وعلى الأعمال الصالحة ودوامها؟ قال الإمام النووي نعم. رحمه الله في كتابه حكمة للدوام على الأعمال الصالحة نعم. الأذكار في كتابه الأذكار فمن حكمة الدوام على الأعمال إذا ترك يوما مثلا بالعذر أو بلا عذر كسلانا فيقضي هذا العمل في اليوم الثاني ثم عندما يأتي الوقت يتفكر إذا تركت في هذا الوقت أنا أضطر أن أقضي في المرة الأخرى فلذلك ألتزم في هذا الوقت. هذا من حكمتي حكمة من الحكم الذي قال الإمام النووي في كتابه الأذكار. وإذا الالتزام بالدوام بالهمة ينبغي أن يكون له همة ألا يترك أي عمل يعتاد ولكن خوفا ألا يكون العمل دائما لا يترك لا يترك يعني لا أصلي لأني لا أستطيع أن أدوم عليها ولا هذا لا يجوز وهو يصلي ويجتهد أن يداوم فإذا لم يداوم ثم يجتهد مرة أخرى ويكون إن شاء الله تعالى فعلا هذه نقطة فضيلة الشيخ ربما يوسوس الشيطان لأحدنا أنه والله أنا لا أستطيع أن أداوم على هذا العمل فأترك العمل لا 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 مثلا إذا انتبه في الليل يصلي صلاة التهجد فلا يتفكر إني صليت إذا صليت صلاة التهجد في هذه الليلة ولا أستطيع أن أداوم فأترك لا لا ويصلي ثم يجتهد أن يداوم فإذا وفق الله تعالى للدوام فهو أفضل وهو من الخير. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. يعني العمل الصالح والطاعة لا شك أن الطاعة تنتج طاعة وتؤدي إلى طاعة والمعصية تؤدي إلى معصية والعياذ بالله. أثر المعصية والعياذ بالله على الأعمال الصالحة فضيلة الشيخ ما هو أثر المعصية على العمل الصالح؟ المعصية ينشأ منها قصاوة القلب. نعم. قصاوة القلب تؤدي إلى ترك الأعمال الصالحة. العمل الصالح يزيل قساوة القلب. نعم. فإذا
إذا اصطفى قلب واحد فهو يجتهد في الأعمال الصالحة كثيرا كثيرا. فالعمل الصالح ينشأ منه عمل آخر وآخر وآخر، بخلاف المعصية فالمعصية يكون منه قساوة القلب، فويل للقاسية قلوبهم. إذن قساوة القلب أبعدنا الله عنها، تكون بالمعصية، أعادنا الله من المعصية. فإذن الأفضل التجنب عن المعصية أهم من العمل الصالح. التخلي والتحلي، أولا التخلي يعني التجنب عن المعاصي تجنبا كاملا، ثم التحلي بالأعمال الصالحة. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. استقبل هذه المكالمة الأخ حامد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أسأل فضيلة الشيخ لو سمحت، في بعض الأئمة بعد ما يصلوا صلاة التراويح، يعني لما يصلوا ركعات الوتر، حد من المطاوع يعني من الأئمة يفصلون ركعات ثلاث ركعتين ركعتين شفع، ثم يقرأون ركعة. في أئمة يعني يصلون ثلاث ركعات يعني متواصلة متتالية. بغينا يعني نعرف يعني جائز ولا كيف يعني. وفي سؤال ثاني لو سمحت. تفضل. يعني الانسان لما يكون متزوج مثلا، يعني ياخذ قيلولة وقت الظهر، يعني وهو راقد سبحان الله يعني زوجته ولا شيء يعني، سبحان الله يعني، يعني يسوي التماس يعني الجسد وكذا، يعني جائز ولا كيف يعني؟ طيب تنورونا بس. طيب إن شاء الله جزاك الله خير. طيب فضيلة الشيخ الوقت يقترب من نهايته، ولكن نجيب على السؤال الأخ حامد، يقول بالنسبة لصلاة الشفع والوتر في ختام التراويح بعض الأئمة يصلها مع بعض وبعضهم يفرد الوتر لوحدها، فما هو الصواب في المسألة؟ صلاة الوتر ثلاث ركعات متوالية ومنفصلة كلاهما جائزة. والأفضل عند الشافعية أن يصلي ركعتين مستقلة ثم يصلي ركعة واحدة. وعند الحنفية خلاف ذلك. وعندهم الصلاة متوالية ثلاث ركعات فهو أفضل. ولذلك بعض الأحناف ينفردون عن الإمام ويصلون مستقلة. لكن هذا ليس بأفضل. الصلاة منفردا ليس بأفضل، الصلاة مع الجماعة هو أفضل. فترك الأفضل لهذا الأفضل هو الأفضل. جزاك الله خير. إذن كلا الأمرين جائز. كلا الأمرين جائز. جزاك الله خير. يقول المتزوج إذا نام مع زوجته في نهار رمضان ولكن لم يحدث كما فهمت معاشرة وإنما مجرد تلامس بالجسد، هل هذا يؤثر على الصيام؟ لا، هذا لا يؤثر على الصيام. ولكن الأولى ترك هذا العمل لئلا يتجاوز الحد أحيانا. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، انتهى وقت البرنامج. الحمد لله. نسأل الله عز وجل أن طيب يطلب الإخوة منك الدعاء في ختام الحلقة فضيلة الشيخ في أقل من دقيقة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا الشهر المبارك شاهدا لنا لا شاهدا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم احفظنا واحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مشاهدينا الكرام انتهى وقت البرنامج، لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ أبو بكر ابن أحمد رئيس جامعة مركز الثقافة السنية بالهند والأمين العام لجمعية علماء أهل السنة في الهند، وهو من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. شكر الله لك. الله منا ومنكم هذه الأعمال الصالحة. آمين. هذه أدخل الله تعالى هذه المكالمة والمسافحة للأعمال الصالحة. اللهم آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة والمشاركة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. وإلى أن ألقاكم بمشيئة الله عز وجل غدا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.